قطر الأشد قادم ولا عودة لحظر التجوال الشامل، وفي ظل ذلك على الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. هذا ما حذر منه المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان عقب اجتماع اللجنة العليا لمواجهة الوباء، مشدداً على أن الحكومة ستبدأ باتخاذ إجراءات قانونية مع من لا يستخدم الكمامة في الأماكن العامة ومنع أي تجمع للحد من تفشي كورونا. اليوم ناقشنا الوضع الصحي في الإقليم، وهناك انتشار واسع لكورونا. تم التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية، وسيدخل قرار تنفيذ عدم استخدام الكمامة حيز التنفيذ، وسيعاقب كل من لا يستخدمها في الأماكن العامة. يأتي هذا في وقت ما تزال المؤسسات الصحية في عموم البلاد تعاني من عدم الالتزام بالإجراءات. ووفقاً لمراقبين، إن تراخي الأجهزة الحكومية وبالأخص الوزارات المختصة كالداخلية والمؤسسات الأمنية بمراقبة تنفيذ الإجراءات الوقائية هي المسؤولة في محاسبة المخالفين وإجبار المواطنين على الالتزام بهذه الإجراءات، وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات عقابية رادعة تجبر الجميع على الانصياع لقراراتها الهادفة إلى حفظ المجتمع. وزارة الصحة يعني مسؤول عن التوجيه واصدار الاجراءات خلية الازمه وزاره الصحه، لكن اغلب تطبيق العقوبات، الغرامات، محاسبه المخالفين هي على جهات حكوميه اخرى، يعني هي التي يجب ان تقوم تاخذ هذا الدور. وزاره الصحه بمفردها بالتاكيد غير قادره، ولا اعتقد انها هي مسؤوليتها بتطبيق هذه الاجراءات. وما زال العراق يسجل يوميا آلاف الإصابات وسط تحذيرات بانهيار النظام الصحي، وبالأخص مع حلول فصلي الخريف والشتاء، بعد أن تجاوز إجمالي الإصابات أكثر من 400 ألف إصابة، فيما وصلت الوفيات لعتبة 10,000 حالة منذ ظهور الفيروس بداية العام الجاري. عبد الحميد زيباري، الحرة.